السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي متتبعي قناة فارماسي أمير، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة في أحسن الأحوال، جمعتكم مباركة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة لهذا الفيديو اليوم كما كتشوفوا عندنا هذا المنتوج، منتوج بيوفار أس سي أو سيلينيوم زنك، كما كتشوفوا فيه فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين أو، وفيه مادة السيلينيوم ومادة الزنك. نشرحوا هذا يعني هذا المنتوج، نعطيه حقه ونتكلموا عليه شويه على الفيديو بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نعود لكم من جديد لنكمل الفيديو الخاص بهذا المنتوج، منتوج بيوفار أس سي أو، فيه المادة ديال السيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات. نشوفوا الفيتامينات اللي فيه، متكون من الفيتامين أ، يعني فيه واحد 800 وحدة حرارية تقريبا، فيه عود الكاروتين فيه 4.8 ميليغرام، فيه الفيتامين بي 6 فيه تقريبا 2 ميليغرام، وفيه الفيتامين بي 9 201 حرارية، وفيه الفيتامين سي 60 ميليغرام، فيه الفيتامين او 10 ميليغرام، وفيه 50 وحدة حرارية من السيلينيوم، وفيه 15 ميليغرام من الزنك. بالنسبة لهذا الفيتامين كيتعطى يعني للناس الكبار، وكيتعطى يعني الخصائص ديالو انه كيتعتبر مضاد للأكسدة، ويعني ممزوج ببعض النكهة تاع الفواكه الاستوائية اللي كتعتبر حلال. وهذا البيوفار الأس سي أو يعني متركب كما قلت من الزنك، المواد الفعالة اللي موجودة فيه كتحمي الخلايا والمكونات ديالها من إجهاد الأكسدة، والفيتامين سي والسيلينيوم ومعدن الزنك كتساهم كذلك في الحفاظ على نظر الوجه، نظر وجلد النظر والجلد عاديين. وكذلك يعني الفيتامين أ والزنك كتساهم هذه المواد في دعم الأداء الطبيعي لجهاز المناعة، ويعني يعني هذه المكونات اللي فيه، فيها مواد محمضة وفيها حمض السيتريك وحمض الماليك وبعض مصححات الحموضة وبيكربونات الصوديوم وبيكربونات البوتاسيوم والإينولين وجلوكونات الزنك وفيتامين سي بيتا كروتين، وفيه النكهة يعني النكهة نتاع الفواكه الاستوائية، فيه الفيتامين أ، فيه المادة محلية، فيه السكرالوز، فيه مستخلص الحواميض، وفيه خلاصة الفلفل الأسود، والفيتامين بي 6 كما قلت، وحمض الفوليك، والفيتامين بي 9، والسيلينيوم يعني المادة حتى هي موجودة فيه. بالنسبة للنصائح الاستعمال، كيذاب قرص واحد في يعني في كوب كبير من الماء، كتشرب مره في اليوم، وكتشرب مباشره بعد الذوبان، والاحسن تشربها خلال وجبه الغداء، ومده يعني مده الاستعمال ديالو 20 يوم، ويقدر الانسان يعاود له مره اخرى يعني عده مرات في السنه. وكتعتبر مكون غذائي يعني كيحتوي على مواد مغذيه، وكيستخدم في اطار نمط حياه صحي، ويعني مكون غذائي كما كتعرفوا راه ما كيحلش في يعني في يعني كيحل مكان التغذيه، يعني الانسان ما يعني ماشي غادي يعني يعوض بها التغذيه ديالو، يعني ضروري يقوم بالتغذيه اللي كيقوم بها دائما، هذا غير مكمل غذائي كيعاون، وما كتعطاش الاطفال قل من 6 سنوات. وبالنسبه للنساء الحوامل او المرضعات ضروري خصهم استشاره الطبيب. هذا هو الاستعمال ديالو، نشوفوا بعض يعني المزايا اخرى ديالو بعد قليل. وبالنسبة لهذا البيوفار أس سي أو يعني كيتعطى حتى لبعض الأشخاص اللي عندهم يعني ضعف في الحيوانات المنوية وضعف الخصوبة والنشاط الجنسي، كيقدر يعني الطبيب اللي كيتابع الحالة ديال الناس اللي عندهم هذا المشكل كيقدر يزيد لهم يعني في الوصفة الطبية مع أدوية أخرى. الثمن ديالو بالنسبة للثمن ديالو 89 درهم في المتناول الجميع، فيه 20 قرص. هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى الفيديو يعجبكم وما نكونش طولنا عليكم بزاف. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.